The power rating of light bulb such as 100 watt bulb is the power it dissipates when connected across 120 volt potential difference. Well, what is the resistance of 100 watt مرة 60 watt مرة, وهاو ماتش كارنت داز ايتش بالب درو ان نورمال يوز. طيب هنحل نجيب الريزيستنس لكل بالب مع التيار بتاعها مرة واحدة, يعني A و C. احنا عندنا 100 وات, يعني عندنا الباور وعندنا البوتنشال, فالآر بتساوي ال V squared على P, ان الباور بتساوي V squared على R, فبس طرفين مع وسطين بدلته. ال V 120 تربيع والباور قال لي 100, فمية وعشرين تربيع تقسيم 100, فطلعت المقاومة 144 ohm. بالمرة بقى التيار, هو الباور بيساوي الاي في الفي, يبقى الباور على الفي. الباور 100, الفي 120, وبالتالي يطلع 0.833 امبير. طبعا ممكن تتأكد من نتائجك ازاي. هو الباور بيساوي I سكوير في R, فممكن تربع ده تضربه في ال R فيطلع 100, طلع 100. طب دلوقتي هحل ال B وال C, نفس الكلام بقى, ال R بتساوي V سكوير على P, والآي البي على الفي. 120 تربيع, المرة دي 60, وهنا 60 على 120, طبعا ده نص على طول, وهنا 240. لو قلت نص تربيع في 240, نص في نص يعني ربع, اقسم ده على 64 اللي هو الباور, يبقى كده احنا اتأكدنا كمان من النتيجتين صح.